جولتنا باكسبو رح تكون بالجناح الخاص بدولة السودان. أول ما تدخلوا على هالجناح رح تكونوا عم تلاحظوا الاستقبال هو عم بيصير شبيه بالمنزل، كمان هالأمر يلي بيدل على رحابة صدر الأهل بالسودان، عم بيعطونا صورة تقليدية عن اليوم الغرف قوت القعدة نحن منقلها وين العائلة ممكن تكون عم تجتمع. عم نشوف البساطة بالتصميم يلي معمولة، والغاية الأساسية من وراها أنه يكونوا عم بيعرفونا ويخدونا على جولة داخل المنزل السوداني. منلاحظ غير الفرش الموجود هون كمان إذا منطلع شوي على الأمور اللي عم بيتم عرضها في هالباسكتس الصغار يلي اليوم بعدهم بيتم استعمالهم بالسودان لحفظ بعض المأكولات، يا اما اذا بنطلع على غيرهم مثل هالسلات الموجودين هون يلي بيتم استخدامهم لنقل المأكولات ونقل البضاعة بمحلات معينة من مكان للآخر. أكيد المصباح التقليدي يمكن يلي هيك بيرجعنا شوي بالزمن يلي ببعض أنحاء من العالم بعده بيتم الاستخدام تبع هالمصباح ل الإضاءة. نطلع كمان منكمل بجولتنا ومنلاحظ هون أنه عم بيتم عرض الزي أما اللباس التقليدي والفولكلوري الموجود بالسودان يلي في البعض اليوم بحسب تواجدهم بالسودان بعضهم بيستعملوا هيدا الزي وبيلبسوه للحياة اليومية. منكمل جولتنا ومن بعدها رح نكون عم نشوف أنه في شاشة كتير كبيرة يلي عم يتم استخدامها لعرض جمال الطبيعة الموجودة داخل السودان. الغاية الأساسية من وراها كمان هي تشجيع السياحة لزيارة واكتشاف دولة مثل السودان والتعرف على تنوعها الجغرافي والمناخي، وخاصة الأمور أما النشاطات الرياضية يلي ممكن لبعض محبي الطبيعة يكونوا عم بيمارسوها بحال كانوا عم يتواجدوا بالسودان. خلينا نبلش نتعرف على المناطق الثانية. أول محطة رح نكون عم نتوقف عليها هون الغاية الأساسية من وراها الإضاءة على الأمور الغنية بالسودان. يعني حبيت نقي صورة هيك بس نكون دغري عم نفوت بصلب الموضوع. رح يكونوا عم يعرضوا بعض الفيديوهات بثلاث أقسام مختلفة، نحن هلا موجودين بأول قسم، وحدها رح يكون في شاشة ممكن تكونوا عم تستخدموها انتراكتيف سكرين يلي هي بتتفاعل معكم بأسلوب كتير بسيط كأنها على آيباد يعني، وعليها معلومات مرتبطة بالامور اللي عم تشوفوها عن الفيديو. فهيدا القسم هون مختص بكيفيه الاستثمارات يلي ممكن تكونوا عم تعملوها بالسودان. مثلا على سبيل المثال انا حطيت وقفت على صوره التريد فاكت شيت يلي هي بتضوي على كميه الصادرات وانواع الصادرات من السودان للعالم، ان كان من ناحيه البرسنتجز يعني قد ايه بتشكل هي من اصل ال 100% قد ايه كل عنصر مثل القطن القطن يا اما الذهب من كميه صادرات السودان، وثاني وحده قد ايه قيمتهم بال ان دولار فاليو يعني قد ايه قيمتهم الاقتصاديه. مثلا على سبيل المثال اذا بنطلع هون رح اطلب من زميلي نزار بس بكون عم نفرجيكم اياها. سو هي خريطه العالم السودان لوين بتصدر وقد ايه المبالغ يلي عم يتم تصديرها، وهون عم نشوف البرسنتجز. مثلا اعلى 2% هي السسمي حبوب السسمي يلي هن مرتبطين بالامور الزراعيه، والذهب يلي هو بشكل أكبر كمية من صادرات السودان بنسبة 26%. هروح على تاني قسم ونكمل جولتنا. من بعد ما تعرفنا على الأمور الاستثمارية المهمة بالسودان رح نوصل على هالشق يلي هو اليوم أكثر عم بيضوي على الأمور الزراعية، بما أنه كنا عم ننتبه سسمي ومن بعدها كان في agriculture products الأمور المرتبطة بالزراعة هني بشكله تاني وثالث أكبر أمور مهمة من ناحية الصادرات بالسودان. مثل ما عم تلاحظوا على طول في هالشاشتين الموجودين ليكونوا عم بيضووا على الامور يلي عم تتعرفوا عليها ولكن بحجم اكبر وباسلوب كمان بعد اجمل. هون عم نشوف بعض الاحجار يا اما المايننج الامور يلي عم بيتم استخراجها من الارض مثل الذهب، وبالشاشه المقابله لها عم نتعرف على الامور المرتبطه بالزراعه يا اما الاجريكلتشر. لنتعرف اكثر على هالامور الزراعيه كمان نقيت هالخريطة الصغيرة يلي كمان هون عم بيتم عرضها يلي من خلالها عم بيقدمونا سودان agricultural map، عم بيقولونا شو هن أهم أمور وكيف متواجدين داخل السودان بأسلوب كتير مبسط و visually فن يعني بأسلوب مرح. إذا عم نطلع عليها منشوف مثلا إذا عم نحكي عن الماعز وين هن مقسمين وموجودين داخل السودان، وهون عم نشوف مفتاح الخريطة وهون تفاصيل هالخريطة لنقدر نتعرف أكثر من الناحية الاستثمارية للأجريكولتشر إذا ما نحكي عنها.
اما الخريطه اللي اخترتها حدها هي لتكون عم بتركز عن الامور المرتبطه بالمناجم الموجودين بالسودان والمعادن المختلفه يلي عم بيتم استخراجها وكل وحده وين موجوده. فاذا بنطلع من على مفتاح الخريطه بنلاحظ انه اللون الذهبي هو للذهب، فبنلاحظ انه وين موجود باي مناطق، عم نشوف انه هو قريب على البار بالسودان بالاضافه لكافه الساحل الموجود حد السودان. من هالقسم ومن بعد ما تعرفنا على الامور الاستثماريه ان كانت مرتبطه بالمناجم يا اما بالزراعه وتعرفنا على طبيعه الاقتصاد شوي بالسودان، رح ننتقل على هيدا القسم يلي بيكونوا عم بيعرفونا عن هالجم ارابيك. الغايه من وراها هون كمان عم بيعرفونا على بعض الصادرات يلي هن بتشكل اكثر كميه من الصادرات الموجوده داخل البلد ليكونوا عم بيزيدوا التوعيه المرتبطه بالسودان لنكون عم ناخذ فكره بعد احسن، مش بس لامور استثماريه انما كمان لامور سياحيه. بما انه كنا عم نحكي عن السياحه رح روح انا وياكم على السوفينير شوب يلي بعتقد بيساعدكم هيك بقربكم شوي اكثر لتتعرفوا على الدوله قبل ما تسافروا عليها وتزوروها، وهذا الامر الكثير حلو باكسبو يلي على طول بنضوي عليه بزيارتنا اللي عم نقدم لكم اياها من خلال برنامجنا، يلي انه اليوم بتقدروا تسافروا مع اكسبو لتتعرفوا على حضاره هول الدول، وكمان لبعض الدول بيقدموا لكم هالاكسبيرينس يا اما هالتجربه انه تحصلوا على بعض السوفينيرز يلي ممكن تكونوا عم يدخلوها معكم. فهون عم نشوف بعض الامور التقليديه يلي هي معروفه وبعضه اليوم بيتم استخدامها بالسودان وممكن تشكل تذكار حلو للاشخاص يلي ما سافروا على 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 الدوله ولكن كانوا موجودين باكسبو. فعم نشوف الجلد يلي هو طاغي على المنتوجات اليدويه اللي عم نشوفها بالاضافه لهال المنحوتات يلي معمولين يلي هن بيعبروا عن امور مرتبطه بالحضاره بالعيله يا اما حتى بالطبيعه. وليه بالطبيعه؟ لان كمان هون رح نلاحظ من خلال هالشاشه تم اختيار هالمحطه للاضاءه على كميه المواشي المعروفين بالسودان. تخيلوا انه اكثر من 30% من المواشي بالعالم هن بيتواجدوا بالسودان. كمان دوله غنيه بهذا الموضوع، هالامر يلي بيتماشى كمان يعني بيساعد غنى السودان من الامور الزراعيه الموجوده عندنا يلي سبق وكنا عم نضوي عليها بالمقاطع اللي قطعت. فمع هالجوله هون ومع هالسوفينير شوب هالمحل يلي منه فيكم تكونوا عم تحصلوا على بعض الامور التذكاريه لتتذكروا شوي زيارتكم بحال كنتوا موجودين باكسبو، بننصحكم تكونوا موجودين هون لكمان تستفيدوا من هالفرصه. بنكون عم نوصل لنهايه هالجوله السريعه بهذا الجناح.